بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ هنتكلم مع بعض في الفيديو ده عن بقية بقى موضوعنا اللي هو الهولز او الجدران بتاعة النيزال كافيتي. يمكن طبعا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الفروق ما بين اللاترال وول اوف ذا نوز، وعرفنا ان اللاترال وول اوف ذا نوز بيبقى فيه زي ما احنا شايفين الحتت اللي طالعه والايه والحتت اللي نازله ديت، بينما الناحيه الثانيه هنجد الميديال وول اوف ذا نوز بيبقى مساوي كده. هنتكلم الاول حاجه عن المكونات بتاعه الميديال وول اوف ذا نوز، وهنجد ان الميديال وول اوف ذا نوز او اللي هو بنسميه الايه النيزل سيبتوم، النيزل سيبتوم او الميديال وول هو عباره عن ثلاث عظمات. العظمه الاولانيه طبعا اللي هي الحته الخضراء اللي نازله ديت، زي ما احنا اتفقنا مع بعض ان كل العظمه اللي هي لونها اخضر ديت تسمى الازمويد بون، واخدنا بالفعل حاجه اسمها الكريستا جالي اوف ازمويد بون، وقلنا ان هي بتمسك فيها الفالكس سريبراي اللي هي تعتبر احد اجزاء الديورا ماتر، وقلنا ان الكلام ده قلناه قبل كده في الكرينيال كافيتي. الجزء الثاني منها هو السريبري فورم بليت اوف ذا ازمويد بون، وقلنا ان ده يشكل الروف او السطح بتاع النيزل كافيتي. دلوقتي هناخد الجزء الثالث اللي يلزمنا هنا اللي هو اسمه البيريبنديكولار بليت. البيريبنديكولار طبعا يعني كلمه عمودي، الشريحه، بليت يعني شريحه، فانا بقول الشريحه العموديه، البيريبنديكولار بليت او الشريحه العموديه اوف ذا ازمويد بون. تعتبر البيريبنديكولار بليت اوف ذا ازمويد بون احد العظمات الرئيسيه في تكوين النيزل سيبتم او تكوين الميديال وول اوف ذا نوز. طيب نيجي بقى لرقم 2 عندنا اللي هو احنا قلناه قبل كده اللي هو السيبتال كارتليج، اللي هي القرقوشه اللي بتبقى نازله عند الانف كده من تحت، واخد بالك؟ بنسميها الايه السيبتال كارتليج، والحته دي انت ممكن حتى تحركها بايديك، واخد بالك؟ بنسميها الايه السيبتال كارتليج. طيب بس خد بالك بقى عشان الكورونا والكلام ده، انا عارف ان انا قلشي وحش فمش هقلش تاني خلاص. طيب عندنا تالت جزء، عندنا عظمه او تالت عظمه عندنا تسمى الايه الفومر. يبقى انا عندي ثلاث عظمات موجودين عندنا، البيريبنديكولار بليت اوف ذا اسمويد بون، ادي رقم واحد. رقم اثنين الايه السبتال كارتليج اللي هو الجزء اللي هو بيبقى كارتليج ده، طبعا هتلاحظ ان انا عندي ده عظم وده عظم والفومر دي عظمه، انما الكارتليج ده ايه؟ غضروف. طيب يبقى انا عندي ثلاث اجزاء، البيريبنديكولار بليت اوف اسمويد بون والسبتال كارتليج وثالث عظمه عندنا اللي هي الايه الفومر. كده يبقى انا خلصت مين؟ النيزل سيبتم او الميديال وول اوف ذا نيزل كافيتي. هبدا اجيب لك رسمه ثانيه بتعبر عن البونز او تعبر عن المكونات بتاعه الايه اللاترال وول اوف ذا نيزل كافيتي. ويمكن قبل ما نكمل كلامنا هوريك برضو صوره بتعبر عن الفرق ما بين النيزل سيبتم او الميديال وول اوف ذا نيزل كافيتي، زي ما احنا شايفين اللي هو الحته ديت مساويه اهي، وعندنا هنا ادي اللاترال وول اوف نيزل كافيتي اللي هو بيظهر فيه حتت بارزه بنسميها الكونكي، وحتت بتبقى تجاويف بنسميها الايه الميتس، وهنتكلم عن الموضوع ده ان شاء الله بالتفصيل دلوقتي. عندك برضه هتجد هنا ان هو معلم باللون الازرق على حاجه اسمها الاولفاكتوري ميوكوزا، لو انت فاكر اخدنا حاجه اسمها في بدايه النيزل كافيتي خالص حاجه اسمها الاولفاكتوري ريجون، وبالمناسبه الاولفاكتوري ريجون دي بيبقى عندها هنا نيرف اسمه الاولفاكتوري نيرف، وهو نيرف او عصب مسؤول عن الاولفاكشن او مسؤول عن الايه الشم، عشان كده المنطقه دي بنسميها الايه الاولفاكتوري ريجون عامه. ولما نيجي نتكلم عن الاولفاكتوري نيرف ان شاء الله قدام بالتفصيل هنبقى نشرح الموضوع ده. بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل بقى كلامنا عن الايه اللاترال وول. طبعا زي ما احنا شايفين ادي اللاترال وول بتاع النيزل كافيتي، هنجد فيه الثلاث حتت اللي هم البارزين، وهنا برضه هنجد الثلاث حتت البارزين. طبعا ايه الفرق ما بين الرسمتين؟ هنا البونز العظام، انما هنا انا بدات ان انا اغلف هذه البونز او اغلف هذه العظام بالميوكوزا، سواء كانت بقى سكه او سن على حسب الايه المنطقه زي ما اخذنا قبل كده. طيب هنجد ان ابرز ثلاث عظمات عندنا في اللاترال وول حاجه اسمها الكونكا، عندي حاجه اسمها السوبير كونكا، وبعدين عندي حاجه اسمها الميدل كونكا، وبعدين عندي حاجه ثالثه اسمها الانفيريور كونكا. خلاص كده ده عباره عن بروز كده من العظم بيبقى طالع في اللاترال وول، وعندي تحت كل كونكا بيبقى فيه تجويف. خلاص كده هذا التجويف، بص تحت كل عظمه تجد حته كده تجويف، وزي ما احنا اخذنا قبل كده في حاجه اسمها الايه الميتس، ميتس يعني تجويف، لو انت فاكر زمان اخذنا حاجه اسمها الاكسترنال اوديتري ميتس، وقلت لك ساعتها ان كلمه ميتس يعني كهف، واخد بالك؟ فكلمه تجويف يعني ايه؟ يعني ميتس. برضه هيبقى عندي ثلاثة ميتس، سوبيرو ميتس، ميدل ميتس، انفيرو ميتس، وسيستم كده الكونكا هي اللي بتبقى فوق والميتس بتاعها بيبقى تحتيها، يبقى الكونكا او البروز بيبقى فوق والميتس بيبقى ايه تحتيها. يمكن برضه من العظمات اللي بتشارك في اللاترال وول هنجد هنا في ادي عظمه المجزله اللي هي لونها بنفسجي ديت، في جزء بيطلع منها كده اسمه الفرونتال بروسيس اوف مجزله. برضه في عندنا هنا عظمه البلاتاين بون بيطلع منها جزء كده عمودي اسمه البيريبنديكولار بليت اوف بلاتاين بون، الاثنين دول بيشاركوا في اللاترال وول. وكمان في عظمه تسمى اللاكريمال بون، يبقى الثلاث عظمات دول الفرونتال بروسيس اوف ماكزيلا واللاكريمال بون والبيريبنديكولار بليت اوف بلاتاين، بس يمكن هم بعض الكتب ما بتذكرهمش او ما بتهتمش بيهم قوي وبتركز اكتر على الايه موضوع الكونكا والايه والميتس ده. هنكمل كلامنا في الفيديوهات القادمه عن اللاترال وول اوف ذا نوز اكتر عن موضوع الميتس والايه والجيوب اللي بتفتح في الميتس دي.